شو هالعلبة يا براق؟ هدية اشتهيت لك ياها، متأكد رح تحب افتحها. شايفون؟ هدول الرصاصات اللي قوصن علي رضا على نعمان وعمل منك طعم. ما كنت بعرف انك بتفكر فيني كل هالقد. هذا واجبي. بدل ما تجمع هالرصاصات وحده وحده وتضيع وقتك، ليش ما دورت على نعمان وجبته؟ موضوع نعمان سهل، يعني محلول، لا تاكل هم. قلي شو بدك تعمل بعلي رضا، احكي انا عم اسمعك. اكيد الاغاوات رح يعملوا اللازم ويعاقبوا لعلي رضا، ما هيك؟ الاغاوات؟ يعني ما بدي اتدخل بتصرفاتك، بس يا مسعود بيك انت ابن السوق، وطبعا تعرف كل الفوتات والطلعات وعندك خبره اكتر مني بمراحل، بس الأغاوات زمنهم ولا ما عادوا بنشاطهم القديم، الزمن غيرهم. مالك شايف؟ مشان مصلحتهم ما عاد فرقت معهم أبدا، صاروا يكبوا أولادهم بدون حتى ما يرفلهم جفن. فعادي يتخلصوا منك يا مسعود. ونحن مالنا أولاد مبارح يا براق، لا منخلي حدا يكبنا ولا حتى منسامح اللي بيحاول يتخلص منا. ألو مسعود، عم تسمعني شي؟ حزير مين عم يحكي معك يا شاطر؟ شغلي عقلك يا بيك، شغله يا مسعود، شوف القصة من زاوية أكبر، شوف شو عم يصير حواليك. حكمة آغا؟ تمام، حكمة آغا رجال عادل، فهمنا وما بيتبلى على أي حدا، كمان فهمنا. بس لما تصير القصة بنته بدك توقف عندك. كيف يعني براق؟ شو عم تخبص؟ شو كيف يعني؟ يعني ما بتعرف مسعود؟ لساتك نايم على أدنيك؟ علي رضا الطايمين يا كبير، بيكون صهره المستقبلي للآغا تبعك حكمة غوركان. مسعود انت ما بتعرف بهذا الخبر السعيد؟ معقول؟ العمى، القصة كلها ببنته، فهم يا مسعود فهم. حكمة غوركان مو بس بيتخلص منك انت، بيتخلص من اي حدا كرماله. فتح لي عيونك مسعود وصحصح معي. ليك بدي اقول لك شي يا براق، مبين معي انك معمي على عيونك. حكمة آغا اكبر بكتير من اللي عم تقوله، مستحيل يخلط بين حياته الشخصية والشغل وتحديداً معنا. إعجابي بحكمة غوركان عم يزيد لحظة بلحظة، حلال عليه والله، رابطكم بطريقة فظيعة، هالزلمة ما في حدا قده. يا حرام عمي على عيونكم، من ثقتك فيه ما عاد شفت تحت أنفك مسعود. حكمة آغا ليش لحتى يختار هداك الرجال وما اختارك إلك بتعرف؟ وعم تقولوا سيف عنه؟ قال سيف قال. آخ يا مسعود، أنت طول ما عم تحط واطية لهداك الزلمة، أول شي السيف رح يقطع رقبتك إلك. قلت لها خلصنا ما هيك؟ وبهالبساطة انفصلت عن خالدة؟ هذا أنسب حل إلنا اتنيناتنا عمي. بس يا بضاي، الشي اللي عم تقول عنه أنت صح، كأنه فيه شي غلط.
لأنه الإنسان بس يتصرف في شي صح ما بينزل راسه على الأرض ولا حتى بيضل زعلان وقلبه مطمئن. أنت شو عملت؟ مبين مانك رضيان على حالك. أنا حافظك وبعرفك منيح، مبين من عيونك إنه مكسور قلبك. منيح اللي شفتك معلم. شو صار معلم؟ مين طلع أخذك؟ قدرت تعرف؟ في شي جديد؟ إيه عبدو مشي الحال، عرفت. فؤاد بيك هو اللي أخذني، قال عمل هيك لحتى يختبرني. فؤاد أرسوي عمله؟ يا باطل. إيه لكان شلون؟ ما صار فؤاد أرسوي على الفاضي. كل خطوة بدنا نخطيها لازم تكون مدروسة، وخصوصا أنت لما بتروح لتجتمع معهم وبتكون هنيك وبعدين وانت راجع من الاجتماع لازم تنتبه كتير منيح. ماشي عمي، مسألة نعمان طولت كتير ولازم نحلها.